قبل الناس اللي كيتاجروا في هاد المناديل البلاستيكيه كيقولوا كلينكس، لان هاد الناس هادو من طبقه فقيره وطبقه المعوزه. علاش؟ حيت كاين الناس، بعض الناس مساكن ما عندهمش واحد الدخول، غير كاين اللي كيبغي يطلب كيتاجر في كلينكس. وكاين واحد الناس، واحد النوع اخر دايره غير دايره سعايا بطريقه ديال كلينكس، فهمتي؟ التسول. وكاين بعض الناس الله يهديهم، كاين بعد الناس اش كيديروا؟ كيمشيو بعد الفيروجات ديال الطوموبيلات وكيوقفوا وعطيتي كلينيكس ولا بات لي شي بورتابل كيشفروا. ما نخلطوش هذوك الناس اللي كيسرقوا مع الناس اللي كيتسولوا مع الناس المحتاجين. كاين ثلاث طبقات، ولكن الدور ديال الدوله هي اللي خص تعطير الناس هادو، فهمتي؟ خص يكون في دور الجمعيات، هادي ماشي غير الدوله، حتى الجمعيات هما خاص يساهموا معاهم في القطاع ديال التجاره ولا شي حاجه، شي مدخول، فهمتي؟ ما تكونش الظاهره ديال كلينكس، يديروا يبيعوا كلينكس ومع شي حاجه اخرى، ولكن كشي يكون مقنن. كاين مجموعه ديال التجار متجولين اللي الاغلبيه ديالهم تيضيقوا الناس. انا هاد الصباح هذا نيت بصح ما لقيتش منين ندوز، كاين صحاب كلينكس وشي افريكان وداك الشيء، دزت من الجنب ديال الشونطي، وقف عليا مول الطوموبيل قال لي طلع للتروطوار. ولكن اش غت خاص يديروا شي بدلوا شي مجهود على هاد الحاله اللي هذا ما كان. كل واحد والعقليه ديالو، كل انسان العقليه ديالو، شوف واش الضمير ديالو اش تيقول. هي حاله، غنقول ان حاله او مساله اللي كيديروها الناس، الله يحسن العون الجميع. الناس اللي كيبيعوا باش يسترزقوا باش ياكلوا خبيز، الله يسهل لهم ويبارك لهم، وثق بيا على انها كتكون حلال وكيبارك الله. مادام هو كيبيع والنيه ديالو خالصه لله، فربي غادي يزكي ليه. واللي ولدي دايرها ومدرق بيها كيف قلتي ليا، ياخذ تليفون ولا هذا ولا يبتز شي واحد، الله يهديهم والله يعفو عليهم. فاللي غادي قلتي غيخطف شي حاجه ولا هذا، راه ولدي الله يعفو عليه ولا يرضي بيه، حيت انسان داير حرفه باش مدرك باش يدير حرفه اخرى. هذيك الحرفه الثانيه اللي هو باغي كيدير ومدرك بالحرفه الاولى، راه اولي يدير شفر تتحصل، شفر تتربح تترفح ما كايناش، شفر تتحصل وتحصل في الدنيا وتخلص هنا وتخلص لهيه. والنقطه الاخرى اللي بغيت نقول، وهو حرام، هي مساله اللي هي حرام، وخصنا نعرفوا ان هذاك اللي كيبيع وكياخذ ديك الفلوس حلال، والحلال فيها الحروف ديال الحلاوه، فيها حروف ديال الحلاوه، وحرام فيها حروف ديال الحروره. فما يمكنش الانسان غياخذ الحروره وغادي ينجح فيها او غادي يدوز ليه، راه كيكذب على راسه. وما نقدرش نقول ان الانسان بنو بيئته، لان الحمد لله البيئه ديالنا فيها المسلمين، فيها شي الانسان بالفطره راه طيب. بالنسبه للظاهره تاع البيع كلينيكس ولا السعايه في فيروجات، الظاهره خايبه ما مزياناش، ما خداماش للبلاد بصفه عامه. خصهم يديروا معاهم شي حل، وهذوك الناس خصهم يديروا معاهم شي حل، ما يبقاوش ما حيتش كيزعجوا الناس اللي كيسوقوا السيارات ملي كيوقفوا في فيروجات. كاين الناس كيخلعوهم كيرعبوهم، كاين بزاف تاع المشاكل كيديروا هذوك الناس. وناس الاغلبيه تاعهم ماشي ولاد الداخل، ولاد الكازا، كيكون اغلبيه تاعهم مناطق اخرين كيسعوا بهذيك الطريقه، كيجي يكب لك الماء على الدجاجه ولا يكب لك شي حاجه وكيبغي كيجي يكب لك الماء على الدجاجه تاعك وكيبغي يغسل لك الطوموبيله تاعك باش يعطيه واحد درهم ولا جوج درهم، هذيك ما خداماش. كاين الناس اللي يكعوا، اغلبيه الناس يكعوا، خصهم يديروا معاهم شي حل. تا هما كيترزقوا على الله، تا هما مساكن، الله غالب والله غالب، الله غالب، مساكن تا هما كيترزقوا على الله وكيسعوا بهذيك الطريقه. تا هما ماشي لخاطرهم مساكن، الا داروا ديك السعايه بهذيك الطريقه ماشي لخاطرهم، خصو يدار شي حل. ولا بدا حيت كيزعجوا واحد الناس اللي هما تيمشيو يقدر حيت قبح الله والفقر الله يسر، يقدر يبان ليه شي حاجه، شي تليفون محطوط من الدجاجه يقدر يهزو ولا شي حاجه الله يسر. خصو يدار حل، ما يبقاوش ما خدامينش هما اصلا باش يبيعوا في الفيروج،
كاينين الناس كيبيعوا الصحف مخدامين مزيانين هذوك الناس صحف بالشركه تاعهم باللبسه تاعهم كلشي ليهم، ولكن بالنسبه اللي يغسلوا الطوموبيلات في الفيروج كيبغيو يغسلوا الباربريز ولا يبيعوا الكلينيكس ولا يبيعوا شي حاجه هذوك يكونوا شويه خطر. احييكم على هذا الموضوع البالغ الحساسيه الاستاذ مصطفى نهيري كاتب عربي لعده كتب كما تعلمون في الاداب والعلوم الانسانيه والنفسيه بخصوص هذا الموضوع بالذات. اولا هنالك مئات بل الملايين لا توثيق لهم لا وثيقة لهم لا هوية لهم لا تعبير لهم نعم سنصل، وهؤلاء ما يشكون الطوفان البشري الذي يتسول في كل الأجواء بحيث أصبح أمره حرفة يومية. هذا من ناحية تفجر المغربي لا قيمة لهذا النوع البشر. ازداد نوع آخر فر لأسباب سياسية أو ديموغرافية أو إثنية من إفريقيا، أصبح الاعتراك أمام المحطات أمام الضوء الأخضر بين الزنوج والمغرب. أنا أشاهد هذا من شقتي من شرفة شقتي، الحرب ضارية بين زنوج إفريقيا وبين المغاربة، هذا منكر. هنالك المكفوفون، هنالك المقعدون الكدجات، هنالك اللصوص. ما هذه العطور الإفريقية التي جاءتنا؟ هذه العطور الإفريقية هي التي تقلع بها إفريقيا. إننا نعاني غزو بشري بدون هوية.